بكام؟ 6000. ها؟ 6000. مالي كده؟ 6000. شوية مهاري ده تنتهي؟ اه. ب 4000. ب 6000. ب 6000؟ طيب. بكام والله يا شباب؟ بكام النتايج دي بأمانة الله؟ ارسل يا هلا. 5500. ودي بكام؟ دي بكام؟ دي 75. 75؟ غالية برضه. الله يرزقك، الله يرزقك. سوق الزازي 24/10/2023. طيب افتح للجمال. انا ملك الزين، انا ملك الزين. احب الفاكهه، احب الفاكهه، احب الفاكهه، احب الفاكهه. انا رقم واحد. رقم تليفونك كام يا ولي؟ 012 26 26 47 47 88 88 1 4 1 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الريف المصري، قناة أصل الريف المصري. دي بكام؟ ده اشتريتهم هما الاثنين على بعض. اشتريتهم بكام الاثنين دول؟ في سوق 10000. لا مبروك عليك ب 10000. امال كام؟ 8 ولا 7؟ قول يا عم انا عايز اسمع منك انت، مالكش دعوه بيا. الاثنين بكام؟ الواحد اللي دي ب 2000 ونص، دي ب 2000 ونص. لا امال كام؟ اقول لك كام؟ يا عم هم اشتريناهم، بس تعرف الحقوق. لا كام بقى؟ هو بيتكلم. يا عم انت اسال حد. يا عم حقوق انت بقى. لا ما ينفعش، انت اشتريت حاجه ما ينفعش تقول حقها لحد. يا عم قلناش احنا الراجل بيسال. طب خلاص بكام يا غالي؟ خدتهم بكام؟ بست. ب 6000. والله حلوين حلوين حلوين. شارب كام يا غالي؟ لسه والله. يعني خسر بك، خسرته بكام؟ خسرت ايه؟ 25 27. نتايا دكر ب 25 او 27 27. 2700. 2000 ونص. الله يرزق. 10 يا مداوي. ايه داوي؟ عشان اتصل الدار. يا حاج عامل ايه؟ احتفل يا عم. انا موجود اهي يا اخويا. اهي ب 4000. اهي ب 4000. ب 4000. اهي ب 4000. اهي وحدوه. احنا المقدار يا هلا. خلاص احنا بتوع الزيرو، احنا بتوع الزيرو. جينا وجايين يا جماعه. جماعه نعمل لكم بس مباشر ان شاء الله باذن الله. يا عم قول له هات هنا. بكام الحته الدكر ده؟ لا دي دكر اسمه. بكام؟ قال له ابا هنا. بكام الدكر ده؟ خدوه هو واحد. خدوه بكام ده؟ واخدينه ب 5000. ده؟ صل على النبي، اللهم صل. واللي معاك دي بكام؟ معامل ب 4.5. الله اعلم. معامل ب 4.5. ما تباعش لسه؟ باذن الله انا من هنا وجاي باذن الله نعمل لكم بس مباشر من داخل السوق. يا خالو خلاص؟ خالو والله صلى على النبي تكسب. 7500. انا عاوز خلي اتصل فوق زي تحت، فوق زي تحت. والله مره محترم. رقم تليفونك كام؟ رقم التليفون 012 012 0 55 55 86 86 172 172. واللي جنبه كام؟ ده ب 25 25 الذكر ده. اللهم صل على النبي. شراب كام؟ ما بتحبش لسه الضرب. لسه ما خلصتش. قال لك بكام؟ لسه ما اتفقتش. ما بتحبش الضرب دي. اصل انا رقم واحد. رقم تليفونك كده 0178959949. مطلوب فيها كام؟ ب 6000 مش راضيين دلوقتي. 6000 ومش راضيين؟ اوعى جده جده. يوجد تصدير للخارج، مكتب مفتوح للشحن برضه. يوجد مكتب شحن تصدير للخارج للدول العربية والأجنبية. بكام يا أبو حسن؟ أبو حسن باخدها ب 10. 10000؟ ب 10. غالية كده. ب 10000. اسحب الريق. بطل ضرب بس. اسحب الريق. دولي. يا عم رقم تليفونك كام؟ 0100 كم؟ 3-5 3-5 4-4 4-4 5-9 1-5-9. معاك ان شاء الله كده يا عم احمد. دايما دي بكام النساء دي؟ تاني 5-5 عمرها قد ايه؟ 5 15 15؟ اللهم صل على النبي. اسحب كده
طب والحته دي يا حاج؟ دي 35 35 3500؟ طب ودي؟ رجعت انعملت ب 5000. انعملت ب 5500؟ ودي داكر. دي انت برضه؟ داكر. داكر بكام؟ دواب ب 4000 والله. ب 4000، اللهم صل على النبي بتاع الصبرة. الفلسطيني دي باربعة. باربعة، اللهم صل على النبي. اللي جنبه دي بقى هو الاسود ب 7000. ايه هو الاسود ب 7000، الاثنين الاخرين دول. اتباع ب 7000، هو عسل كده قدام القمر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عمال انت يا جدعان عارف عادي. ما تتسرق بقى. والحته دي بكام؟ ب 2500. اللهم صل على النبي، سوق الزقازيق الدولي. اسكندريه؟ الله حبيبي ابو حسن. طب اصل الريف المصري؟ اتبعني كمان. ولا بتتابع اصل الريف المصري؟ الريف المصري. الله يرزقك. بكم يا غالي الحته دي؟ عوض. ها؟ بكام؟ لسه بنتفرج. لسه بتتفرج على البضاعه؟ امال صاحب البضاعه في ايه؟ اتفرجوا براحتكم. منين؟ منين؟ شرقية ولا منين؟ أحلى ناس. مركز إيه؟ إيه يا معلم؟ الناس ده عم ناس وعم الشرقية ده. أحلى ناس يا غالي. أحلى ناس يا غالي. بكام النتاد يا بول؟ بأربعة. ها؟ بأربعة آلاف. الصلاة على النبي. سوق الزقازيق الدولي. بكام يا غالي الحتة دي؟ ايه؟ عايز اسكندرية ده. ذكر؟ انت من اسكندرية؟ جاي على الفيديوهات؟ بابا جايين على حسك انت. والله احنا اسكندرية. حلوم. اسكندرية والصعيد كله هنا، الناس ما جايه من اخر الدنيا. اللي عايز يجي السوق. انا يجي السوق. منبع كله عدو بضاعة نظيفة. انا واحد بس. ايه ويل؟ مفيش حد يجيب بضاعة. مفيش حد يجيب بضاعة. نوت 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 اتنين نوت. 24/10/2023 سوق الزقازيق. بكام يا وليد دوم؟ بس لا الزيتون دمك بكام؟ يا جبت الغرف والله عم الحمد. بص على الفراز، على الفرازة هنا، على الفرازة. حسب يا أربع سنات. أربع سنات عمرها قد إيه المهرة دي يا ولي؟ بنت 15. العظم تحت بكام؟ السيد مفيش بكام. انسى بكام. انسى بكام يا اسلام. اسحب يا اسلام. رقم تليفونك كام؟ 012 012 26 27 47 88 88 1/4 1/4. صل على النبي. يعني اللي عاوز يرن عليك هو يا عسل. هو يا حبيبي قدام محمد اصحى. معانا برضه انتهى من داخل سوق برضه الزقازيق. 24/10/2016. كم النتا دي؟ نتا يا مصطفى على النبي. بكام؟ وحده فلسطينيه. بكام دي؟ بكام النتا دي؟ على النبي. السلام. احنا المنبع. والله انا منه والله. الصلاه على النبي. عندنا 5500. رقم تليفونك كام؟ 012 012 78 لا خد الرقم التاني. 78 اكتب 0100 3/5 5 3/5 4/4 4/4 1/5/9 1/5/9 كده يا معلم. طلع النتايه دي كده. طلع النتايه ديت وفرجهم ومتعهم. اللهم صل على النبي خيرات. اللهم صل. عم محمد ما بيعرفش يجيب الا الزيرو. اجي وراها بقى. الو انا مالك يا طاير يا عم راجل. شو الزقازيق الدولي. الله بيعاقبه امبارح برضه. بيعاقبه والله. بقى من كده امبارح بس انا بجيب للناس بس تتفرج. قلت بكام دي؟ 75 75 7000 بس ان شاء الله عاد سوا باريزا. باريزا مش حلو خلاص. دخلوا اكل فول. شارب كام؟ ب 6000. نتايه؟ الصلاه على النبي. الله يرزقك.
مكسور زي زي دوت ب 35 ذكر 35 مية لا ب 35 ونص. عمو صد انت بكم اللي حلو النتال الحلوه دي؟ بكم النتال دي؟ دوت ب 75 75 7500 اصل الريف المصري بس مباشرة اصحى لا هو اكبر رقم تليفونك كم مرة 012 012 0 55 55 86 86 172 172 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق الزقازيق تاريخ اليوم 24/10/2023 مع المعلم فارس. ازيك يا معلم فارس؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. معاك النهارده كده رقم تليفونك الاول 012 012 0 55 55 86 86 172 ماشي ولسه بعده البرد ماشي بعده نتايه بكام النتايه دي؟ بعتها ب 55 55 عمرها قد ايه؟ بنت 14 14 ودي؟ ودي ذكر ودي ذكر بكام؟ دوت ودي الاستاذ حسن واخدهم بكام الاثنين دول؟ واخدهم ب 64 ب 64 الاثنين 100 علي الباشا الدكري الدكري الاستاذ حسن واخد ماشي ودي ولا متباع ب 21 21 مي 2000 و 2100